يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. نتمنى جمهور تونس ما تمشيش شعبنا ما تمشيش هدرا يعني. نعم. ان شاء الله يا ربي ننجحوا في تبديل الحكومه في نظام وقانون صحيح يا ربي. نعم. وان شاء الله ربي يرحم لنا شهداء وان شاء الله من اهل الجنه يا ربي. نعم. حسب رايك تنجح ان شاء الله في تونس؟ ان شاء الله العلم لله. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله يصمد وما يستسلم ان شاء الله. وفي رايك يعني الوعود اللي قامت حتى مطمنه معناها؟ لا ما زالت مش مطمنه. نفس الحكومه ونفس النظام. نعم. اللي قاعدين فيه نفس النظام، هو اذا مش يقعد هكا ما باش يتبدل حتى شيء. يلزم يتغير. وبالنسبه للتدخلات الخارجيه متصوري انه خلونا هيك ناخذ حريتنا ولا؟ والله يعني في شك. ان شاء الله ان شاء الله يا ربي اللي عند ربي مش بعيد ان شاء الله. الله اعلم يا ربي يقضي على كل شيء. نعم. ان شاء الله ربي معنا ان شاء الله. ماشي. انت اليوم المسيره نتاع جنيف حسب رايك يعني تساعد توعي بالقضيه التونسيه والراي العام؟ هو على الاقل يعني انسان الشعب التونسي ما يستسلمش. نعم. خاصه مع اعمال العنف هالمده العباد خايفه. نعم. وقاعده في جهه قاعده توخر. هو العباد يسكت. هو بينهم اللي احنا معاهم ان شاء الله نشجعهم. Nous venons de faire une manifestation qui s'est conclue devant le palais des droits de l'homme à Genève, oui. De soutien à la lutte du peuple tunisien, ouais. De jouissance pour sa victoire. Vous pouvez se présenter pour le peuple tunisien? Oui, bien sûr. Moi, je suis un militant d'une organisation de gauche ouais. Suisse qui s'appelle Solidarité. J'ai ouais. été élu au Parlement suisse. Mon nom est Pierre Van Egg. Et je suis très frappé par et très, très content. Il y a moins de 10 jours, ouais. nous étions 150 sous la pluie ouais. à manifester en solidarité avec la lutte du peuple tunisien. Ouais. Aujourd'hui, nous étions plus de 10 fois plus nombreux. Ouais. Nous étions enragés et partageons le désespoir de ce jeune homme qui s'est immolé en Tunisie et qui a déclenché ces événements. Aujourd'hui, le peuple tunisien a retrouvé l'espoir notre manifestation a été multipliée par 10, mais l'espoir est multiplié par 100. Ouais. Je crois que la chute de Ben Ali est un signe pour d'autres dictatures, pour les dictatures arabes, pour d'autres ouais. dictatures. C'est un grand jour. Est-ce qu'il n'y a pas de danger de grande puissance de changer la directive de cette révolution? Bien sûr, rien n'est jamais gagné pour de bon et à 100%. Et à 100%. Ouais. Le chemin est encore, long. Je pense que la Tunisie doit trouver les moyens de constituer un gouvernement qui rompt radicalement avec le régime. La ouais. Tunisie doit se donner des nouvelles institutions ouais. Démocratiques, sociales. Et le chemin est long. Mais quand même, aujourd'hui, c'est un grand pas qui a été accompli et on a raison de le faire. Ahmed Abdelli, لاجئ تونسي في سويسرا منذ 12 سنة. نعم. سجين سياسي سابق. نعم. عضو سابق لحركة النهضة. نعم. الآن ماكش عضو في حركة النهضة. عضو سابق. أيوه. عضو سابق لحركة النهضة. نعم. لا بهذا الوضوح يعني. نعم. هذا الوضوح. يعني أنا أعتقد أنه معناها طبعا واحد يحيي أرواح الشهداء طبعا ويحيي أرواح معناها ويتقدم معنا بالتعزية للعائلات. الحقيقة أنه التوانسة الكل في جنيف وفي معنا في كل مكان في العالم فرحين، ولكن في نفس الوقت الفرحة هذه مشوبة بالحذر. نعم. مشوبة بالخوف. الخوف من أنه اللي ضحى من أجله الشهداء وضحت من أجله معناها الناس الكل منذ عقود مش من الآن فقط، أنه لا قدر الله ما يوصلش النتيجة المطلوبة. والنتيجة المطلوبة هي تونس اللي تتسع للجميع، تونس اللي تتسع معناها لكل جراحة، لكل توجهاتها، لكل معناها يعني كل معناها توجهاتها الفكرية والسياسية والثقافية. تونس اللي تقدر يعني تقدر أنها معناها تحافظ على مقدراتها وعلى مكتسباتها، وتونس اللي تقدر أنها تكون نموذج مش فقط في الثورة وفي معنى الانتفاضة على حاكم ظالم، ولكن نموذج أيضا في إقامة ديمقراطية حقيقية وإقامة تجربة تنمية حقيقية
في اطار الهويه العربيه الاسلاميه تاع البلاد، في اطار يعني قدم نموذج للغرب، قدم نموذج الصحافه الفرنسويه. اليوم مستغرب الصحافه الفرنسويه انه كيفاش التوانسه يكونوا كيف الاكرانيين، مستغربه نقرا في الصحافه الفرنسيه يقولوا نستغربوا كيفاش التوانسه ممكن يقوم باشياء من هذا النوع. يجب ان يبينوا لهم ان التوانسه قادرين على الاطاحه بالظلم، لكن ايضا اكثر من هكا وبدون دعم غربي، وبدون دعم غربي، بدون دعم غربي، والتوانسه ايضا قادرين اكثر من هكا على انهم ان شاء الله يعملوا تجربه سياسيه واجتماعيه وثقافيه حقيقيه وناجحه تبين انه المنطقه العربيه الاسلاميه مش منطقه فقط نتاع ارهاب ومنطقه نتاع فوضى، هي ايضا منطقه نتاع تنميه ومنطقه نتاع صنع المشروع الحقيقي للانسان، الانسان يعيش فيه حقيقه، يجمع فيه بين الروح وبين الجسد، يجمع فيه بيكون ابعاد الحياه الحقيقيه. هذا هي تونس، وان شاء الله لازم كلنا الناس كلها تشتغل وتعمل في تونس على تحقيق الهدف هذا. هل تخشى سيد عماد انه يقع قطع الطريق على هذه الثوره مثلا؟ عمليه قطع الطريق بدات، نعم، في تقديري اللي يتابع الصحافه يتابع انه يتابع الصحافه حتى الغربيه، التوجه الطريقه اللي تحاول تقرا بها الصحافه خاصه الفرنسيه الاحداث في تونس تبين انه في كل الحالات بشكل مباشر وغير مباشر ثم محاوله لقطع الطريق، نعم، على هذه الثوره. قدمي روحك اختي للشعب التونسي. اسمي سهيله. اسمي سوسن الهمام. انا وعايشه في السويسرا عندي تقريبا 13 سنه. روحت لتونس مره واحده وان شاء الله نرجع لها في القريب ان شاء الله. حسب رايك هل الثوره هذه نتاع توانسه تنجح؟ تنجح ان شاء الله. الشعب التونسي ولا يعني معاش يخاف ولا وثيق من نفسه وعارف وين ماشي، يعني ان شاء الله من النصر، مش النصر كان الشعب التونسي، النصر الدول العربيه الكل ان شاء الله. وفي دومينو كما نقولوا بالفرنسي. هل تتصوري انه الاسلاميين بعد الغربه بعد الحبس وبعد التضحيات الكبيره كل يزيدوا كيف كيف يغيبوهم اذا كان جات حكومه اخرى وطنيه؟ والله مش عارفه، امام نتصور المشكله الاسلاميين لازم يرجعوا، كل يعني كل واحد في تونس لازم عنده الحق باش يعبر على مفاهيمه، باش يعبر على فكرته. فمش كان الاسلاميين لازمهم يتفاعلوا مع الاخرين وعلى الاخرين، وهما يعني كي خرجوا ان شاء الله يرجعوا ويعطوا يعني يعطوا لي بوان بوزيتيف نتاعهم البلاد مع لا كونتريبيسيون نتاع الناس الاخرين، يعني كلنا مجموعين ان شاء الله. نعم. واذا حسب رايك اذا حاولت فرنسا او الدول العربيه اللي ما ساعدتهاش سقوط الدكتاتوريه في تونس حاولوا يلعبوا بالتضحيات نتاع الشعب التونسي وحاولوا يعني يعملوا يسرقوا الفيكتوار نتاعه، هل تظني انه الشعب التونسي قادر يعمل ثوره اخرى باش يسقط الطاغيه مره اخرى؟ اكيد اكيد خاطر ما هوش خايف توا، يعني عمل حاجه اللي حتى واحد ما كان يتصور على باله، يعني 65 سنه وهما من بعد الانديبوندونس 65 سنه وهما تحت الظلم، وبعد السنين هذو الكل نجموا يعني يفيقوا، نجموا يفيقوا على روح، نجموا يمشوا ويقابلوا شباب المدير، يقابلوا الديكتاتور، يقابلوا يعني مسالش شعب بهات الفرنسي ما مسالش يفهم التونسي بدنا لما تحكي ناس التونسي يقابلوا لي ديكتاتور اللي فريمون اللي زون اوبريسي، وهم عملوا ممكن توا عملوا ديكليك في 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 راسهم، فالديكليك هذاك ما ينجمش يرجعهم تاني اكيد، يعني باش يكملوا حتى كان الدول العربيه الاخرى تتعامل معاهم كانهم يعني يسون بابات، يعني يعرفوا وين ماشيين، وحتى كان الناس الكل تمشي ضد الشعب التونسي، الشعب التونسي ممكن هو ممكن اللي كونفيون تاعو ممكن يمشي من قدام ويعمل اللي يكون في مصلحته. شكرا السبيله والله تشكر. اختي ايش رايك معناها في الثوره التونسيه، حسب رايك تنجح ان شاء الله؟ ان شاء الله عندنا كان رجع، يعني هذه الكلمه اللي سمعتها من التوانسه اخيرا. نعم. اخر كلمه قالت ان شاء الله عندكم كان رجال واحنا فاسدين بكل شيء وواعين بكل شيء بهذا الشباب شنو. يعني ولو كانت فرنسا مثلا حبت تلعب بالنصر بتاعنا ولا الدول العربيه اللي ما ساعدهاش الدكتاتوريه، الشعب التونسي واعي بهذا، يعني واعي بصفه كبيره ما احنا ما نتصوروهاش، بصفه ما احنا ما نتصوروهاش.
لا يقبل حتى تدخل أجنبي. يعني بالنسبة للشعب التونسي أنت عندك في ثقة اللي هم يقدوش يسرقوا النصر بتاعهم؟ حتى من أجنبي يسرق النصر بتاعهم، هم يقدروا يحميوا رواحهم ويحميوا نصرهم ويحميوا بيوتهم ويحميوا كل شيء. التونسي من عام 92 اسمي رضا العجمي من مدينة أقصر السابق. تعرفنا أخي بعض الأسئلة، هل يمكن أو هل تتصور أن هذه الثورة للشعب التونسي تحقق أهدافها؟ ستحقق بإذن الله، وعلى الشعب أن يرعى مكاسبه. هناك من يريد خيرا بالشعب وهناك من لا يريد خيرا بالشعب. من لا يريد خيرا بالشعب؟ أذيال الحزب الحاكم خطر على هذه المسيرة. أنا لست ضد أن يبقى الحزب على الخارطة السياسية، ولكن ضد أن يسرق مكاسب الشعب. فقد سرقها عندما جاء بن علي، سرق المكاسب ووعد الحزب الحاكم، تحدث عن زين تحدث عن الحزب، ثم خان والتف على كل مكاسب الشعب وعلى كل إمكانيات الشعب، وجعل من الشعب ذيل. ولكن الشعب اليوم عليه أن يرعى مكاسبه، فإمكانية التحايل والرجوع من جديد بنفس اللعبة التي وقعت عام 87 ممكنة. رجال السلطة لا زالوا هم هنا ولا زالوا يمسكون بمقاليد الأمور، حكموا تونس لمدة ما 60 سنة. هل تتصور بأن الطبقة السياسية في تونس قادرة أن تطمن الغرب على أن هذا النموذج لن يؤدي بالإضرار بمصالحه في المنطقة؟ الشعب هو الفيصل، والغرب لا بد أن يحترم إرادة الشعب التونسي. نحن نقول بأن الشعب التونسي شعب مسالم، شعب أبي، شعب الحبيب. كلمة كلمة في الموضوع. أنا بالنسبة لي أحضرت لهذه المظاهرة لأعزز الشعب، يعني ماضل من أجل سقوط ديكتاتوري مشهور. فنريد أن الشعوب العربية الإسلامية تأخذوك قدوة و يعني تجاهد وتكافح من أجل. منين من الجزائر؟ أنا أصلي من الجزائر. فنريد أن الشعوب العربية كلها يعني تقوم حتى يسقط الدكتاتورية في كل مكان، لأن الشعوب محتاجة إلى كرامة وحرية. اليوم مش حفلة الأحزاب، اليوم حفلة الشعب، وخاصة الولد هذا اللي يعني أحرق نفسه لأن عاش محروق، ويعني عاش من دون حرية ومن دون كرامة. تتصور ينجح النموذج هذا التونسي؟ أقول لك الصراحة، النجاح ينجح إذا تضامن الشعب. وما آتى الجماعة كل واحد يدعي أن هو له الأولوية. ونرجع إلى دكتاتورية عسى إن كانت دينية أو مهما كان. المشكلة أن الشعب هو الذي انتصر والشعب هو الذي يختار. وتتصورش تدخلات خارجية ضد المشروع الحرية؟ هم على كل حال التدخلات الخارجية موجودة من قبل وموجودة اليوم وسوف تكون موجودة غدا. على الشعب أن يترك حر للاختيار، وإذا ما تركوش يحاولوا يلزم يرجع يعود من جديد، يعني ترجع الديكتاتورية من جديد. لأن نحن المشكلة نتاعنا أن ما نعرفش نعيش كما علمنا الإسلام. يعني احترام الغير، احترام يعني الناس جميعا. نحن كل واحد يمسك الحكم يريد الحكم لنفسه لأن يشعر بأنه هو صاحب الحل. الشعب هو الذي انتصر والشعب هو الذي اختار. طبعا هذا نصف المسيرة، هذا النصف الثاني. النصف الأول الأمام.